السلام عليكم، معاكم باشمهندسة أمل محمد. هنكمل شرح في مادة Data Communication and Industrial Network الفرقة الثالثة كلية. هنشرح النهاردة موضوع مهم جدا وهو الراوتينج. قبل ما نتكلم عن الراوتينج وتفاصيله، هنبدأ نعرف الفرق ما بين كلمة راوتينج وروتد. عندي أول حاجة الروتد بروتوكول، ده عبارة عن بيقولي it is a protocol that carries user data traffic from end to end. يعني أنا عندي جهاز ترانسميتر وريسيفر، أول هنقول source والديستنيشن، علشان يتم نقل الداتا ما بينهم فأنا عندي البروتوكول ده هو اللي بيحمل الداتا، هو اللي بيعمل IP addressing أو بيسموه logical addressing. يعني الأمثلة اللي عليه اللي هو IP version 4 والاي بي version 6. طب ده كان بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنعمل حاجة اسمها encapsulating للداتا من الـ end to end، زي ما كنا شرحنا layers اللي هو السيفر layers، الـ OSI model والـ TCP/IP model. كنا اتفقنا ازاي بيتم عملية الـ encapsulation، اللي هو من layer ل layer ايه اللي بيحصل بالظبط، والهيدر بتاع كل layer. فكنا اتفقنا ان الـ IP version 4 هو يعني المسؤول عن عملية الـ logical address، ان هو بيبدأ كل جهاز بيبقى ليه IP address معين، هنفترض ده كأنه العنوان بتاعه من خلال الشبكة، وهو المسؤول عن ان هو بيكاري اليوزر داتا من end to end. طيب الراوتينج بروتوكول هو عبارة عن بيقولي exchange of information between routers. يعني انا عندي الشبكة بتاعتي بيبقى فيها مجموعة routers، فلازم الراوترز دول كل واحد يعرف الراوتر التاني اللي متوصل معاه بالشبكة ايه هي النتوركس اللي هو يقدر يوصل لها. يعني انا مثلا علشان اوصل لنتورك معينة لازم يكون الراوتر عارف ازاي هيوصل لها عن طريق حاجة اسمها routing protocol. فبيقول لي ان هو عبارة عن exchange of information between routers. So each router will tell other about network it can reach. فبالتالي يبقى انا كده هكون بنيت network كاملة، كل جهاز فيها عارف ازاي يوصل للdestination من انهي مسار. يبقى الهدف بتاعي النهائي من الراوتينج بروتوكول ان انا ابني حاجه اسمها راوتينج تيبل. يبقى الراوتينج تيبل ده عباره عن جدول موجود عند كل راوتر في السوفت وير بتاعه، بيوضح له ازاي يبعت الداتا عن طريق مسار معين، ازاي يختار المسار، ايه نوع البروتوكول المستخدم. طيب امثله البروتوكولز ديت، عندي ريب فيرجن 1 وفيرجن 2، وعندي اي جي ار بي والاي والاي اي جي ار بي، ده الانهانسد بتاعه. الاثنين دول سيسكو بروبريتوري بروتوكولز، يعني بيشتغلوا على اجهزه سيسكو فقط. وعندي الاو اس بي اف والاي اس اي اس، واخيرا البي جي بي. طيب دلوقتي هم صنفوا الراوتينج لجزئين. عندي اما يكون ستاتيك راوتينج. يعني ايه ستاتيك راوتينج؟ يعني انا هبني الراوتينج تيبل بايدي مانوالي، يعني هاجي عند كل راوتر هعرفه ازاي بالظبط هيوصل لنتورك معينه. يعني شبكه مبسطه زي اللي قدامي فيجر 1، انا لو انا عند راوتر 0 مثلا، هو مثلا متوصل عليه لان معينه هنا، عند راوتر 1 كذلك في لان مثلا متوصل عليه. فدلوقتي راوتر 0 عايز يبعت داتا لللان اللي متوصله على راوتر 1، فهاجي عند راوتر 0 في الكونفيجريشن اللي عنده، هعمل له هوضح له ان انت عشان توصل للنتورك دي يبقى انت ممكن تخرج عن طريق الانترفيس الفلاني اللي هو متوصل عليه، او ان انا بوضح له النكست هوب اللي هو ازاي هيوصل للانترفيس اللي قدامه ده. يبقى ده كده اسمه static routing. بيقول لي ده في حالة لما يكون النتورك سيمبل، يعني شبكة بسيطة جدا صغيرة، فانا مش يعني سهل عليا ان انا اقعد اكتب الكوماند بايدي. وكمان في حالة ان انا بيكون عندي only one path to destination، يعني انا عندي علشان اوصل للنتورك اللي هي عند راوتر 1 هو قدامي طريق واحد بس، فبالتالي سهل ان انا اعرفه بايدي. تاني نوع عندي في الراوتينج حاجة اسمها dynamic routing. dynamic يعني باستخدام software ده اللي هو بيسموه الراوتينج بروتوكول. طيب الانواع اللي احنا كنا لسه قايلين، طيب ده بيستخدمه امتى؟ لما بيكون النتورك بتاعتي كومبلكس، فيها اكتر من جهاز واكتر من طريق للديستنيشن بتاعي. يعني على سبيل المثال راوتر 0 لو عايز يبعت داتا لنتورك متوصله على راوتر 5، ايه اللي هيحصل؟ قدامه طريقين، يا اما يمشي عن طريق الداتا تمشي عن طريق راوتر 1 وبالتالي راوتر 3 لحد ما توصل ل5، او الطريق الثاني اللي هي توصل للراوتر 2 4 وبعد ثم راوتر 5. يبقى انا قدامي مسارين. طب ايه اللي هيحدد لي انسب مسار وبناء على ايه؟ هو ده اللي هنعرفه، دي هتبقى وظيفة الراوتينج بروتوكول المستخدم. طيب عندي بعد كده صنفوا الراوتينج بروتوكولز لنوعين اساسيين، اول نوع اللي هو اي جي بي وتاني نوع اللي هو اي جي بي. ايه الفرق ما بينهم؟ بيقول ان الاي جي بي ده انتيرير جيت واي بروتوكول، يعني انتيرير يعني داخليا. طب داخل ايه؟ داخل حاجة اسمها اتونومس سيستم. يبقى الراوتينج بروتوكول انسايد ذا سيم اتونومس سيستم. النوع التاني هنعرف يعني ايه اتونومس سيستم. النوع الثاني عندي الاي جي بي اللي هو الاكستيريور جيت واي بروتوكول. اكستيريور يعني خارجي،
فده روتنج بروتوكول بين اتونوموس سيستمز، يعني انا عندي اكتر من اتونوموس سيستمز بربط ما بينهم بروتنج بروتوكول اللي هو البي جي بي تقريبا، مش تقريبا يعني هو ده البي جي بي. يبقى انا عندي الاي جي بي ده انتيريور جيت واي بروتوكول، ده داخل الاتونوموس سيستم. يعني على سبيل المثال انا عندي شبكه انترنت اللي هي انترنت سيرفيس بروفايدر زي شركه الانترنت المعروفه، هي داخليا ما بين الاجهزه بتاعتها بتستخدم بروتوكول معين. طيب هنيجي بقى ما بين الشركه دي وشركه تانية، يبقى ده كده اتونوموس سيستم مختلف عن ده. يبقى كل شركه انترنت بيبقى ليها اتونوموس سيستم نمبر، مين اللي بيحددها؟ الاي اي ان اي، منظمه الاي اي ان اي هي اللي بتحدد رقم الاتونوموس سيستم لكل انترنت سيرفيس بروفايدر. طيب عندي بقى بعد كده نتكلم عن الراوتنج تيبل، هنعرف ايه بيتكون من ايه بالظبط. بيقول لي ان هو بيحدد لي فيه البيست بروتوكول لو انا عندي اكتر من بروتوكول، وبيحدد لي البيست باث. يبقى انا لو عندي اكتر من مسار للديستنيشن بتاعي، الراوتنج تيبل هيكون متوضح فيه افضل طريق للايه، للديستنيشن ده. طيب هنعرف بقى دلوقتي البيست بروتوكول بيتحدد بناء على ايه، والبيست باث بيتحدد بناء على ايه. البيست بروتوكول بيقول لي البروتوكول اللي ليه اقل ادمنستريتيف ديستنس. ايه بقى الادمنستريتيف ديستنس دي؟ ده رقم بيكون ما بين 0 ل 55. اتش بروتوكول هذا يونيك نمبر، يعني كل بروتوكول ليه رقم من الارقام ديت، بيوضح مدى الثقه في البروتوكول ده، وان انا اقدر اعتمد عليه قد ايه. طبعا كل ما يكون الرقم قليل كل ما يكون الثقه في البروتوكول ده احسن. فانا طبعا عندي يعني اقل رقم هو رقم الادمن ديستانس بتاعت الاستاتيك راوتنج، لان يعني بديهي ان دي حاجه انا اوريدي بنيها بايدي وكاتباها مانيوالي، فديت هتكون يعني اكتر حاجه انا واثق فيها. عندي بعد كده بيوضح لي كل بروتوكول ومين اللي ظبط او عمل الادمنستريتيف ديستانس، هي منظمه الاي اي تي اف اللي هي انترنت انجينيرنج تاسك فورس، بتوضح لي الادمن ديستانس لكل راوتنج بروتوكول. عندي الاستاتيك راوتنج الادمن ديستانس بتاعتهم 0 1، طبعا في الريب برضو عندي 120، الاي جي ار بي 100، الاي اي جي ار بي 90، الاو اس بي اف 110، الاي اس اي اس 115، واخيرا البي جي بي 20. طيب هو بس اللي يختلف البي جي بي عن باقي الراوتنج بروتوكولز ان هو ده عباره عن اكستيرير جيت واي بروتوكول. طيب بعد كده البيست باث بقى بيتحدد بناء على ايه؟ بيقول لي هافينج ليست متريك، ليست متريك، الليست متريك يعني اقل مشقه تقدر الداتا، او اقل طريق فيه مشقه الداتا تقدر ان هي تتبعت من خلاله. ده بيتحدد بناء على ايه؟ اللي اقل مشقه عن الباندوتس، عن طريق يعني كل ما يكون الباندوتس بتاعي بتاع المسار بتاعي اكبر كل ما يكون سهل ان انا ابعت الداتا، وطبعا هتبقى اسرع. الديلي يعني كل باص مثلا، في مثلا باص هيكون ليه ديلي اعلى من باص اخر وهكذا. الريليابيليتي يعني الاعتماديه، انا ضامن ان المسار ده مثلا ستيبل ما بيقعش مثلا، ما بيحصلش فيه مشاكل. طيب والكونجستشن اللي هو الاختناق، او ان هو الباص ده متحمل عليه قد ايه. طبعا ده برضه هيكون له علاقه بالباندلز، يعني لما يكون الباندلز قليل هيكون الاختناق هيكون ايه، عالي جدا. طبعا على حسب عدد اليوزرز وليها كذا بارامتر يعني. واخر حاجه عندي اللي هو الام تي يو اللي هي الماكسيمم ترانسفير يونت. طيب دلوقتي بقى هنشتغل مع بعض على مثال على الاستاتيك راوتنج. انا استخدم الباكت تريسر، هنعمل سيميليشن للدايره اللي قدامنا ديت. هو هنا الدايره دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 2 راوترز بس، وكل راوتر منهم متوصل على لين. يبقى انا عندي راوتر 0 متوصل على لين وراوتر 1 متوصل على لين. فانا هبدا اوصل النتورك على السيميليشن بروجرام اللي هو الباكت تريسر، وهبدا اعرف اي بي لكل جهاز منهم، وهبدا اعرف استاتيك راوتنج عند كل راوتر من دول، بحيث اقدر ان انا مثلا من عندي البي سي الاولاني ده اللي هو بي سي 0 ده مثلا، اقدر ابعت داتا لبي سي اللي هو في شبكه تانية خالص، ممكن في منطقه بعيده جدا عن الراوتر الاولاني. ده هيكون عن طريق ان انا اعمل حاجه اسمها static routing. يبقى انا هبدا ان انا اعرف الراوتنج تيبل مانوالي لكل راوتر. طيب هنبدا مع بعض على الباكت تريسر. هبدا اجيب راوتر من هنا اهو، يبقى انا عندي كده دي الاجهزه بتاعتي. هختار راوتر، هختار مثلا اول نوع، ادي واحد، وادي نوع تاني، راوتر تاني نفس النوع. وبعد كده هاجي اجيب سويتش، هنحتاج سويتش هنا عند الراوتر ده عشان نعمل لين، وهنحتاج سويتش تاني هنا عند الراوتر ده.
طيب هنحتاج مثلا جهازين عند كل سويتش، نختار هنا جهاز بي سي عادي اهو، وادي جهاز تاني. نيجي عند النتورك اللي هي تانية، هنجيب جهاز كمبيوتر هنا وجهاز رابع اهو. نبدأ بقى نوصل الكيبلز بتاعتنا. انا عندي علشان اوصل من بي سي لسويتش بقى نوع الكيبل اللي هو ستريت اهو، اللي هو ستريت ثرو. يبقى انا عندي اما قدامي تو اوبشنز، ان انا اجيب دايركت كونكشن، يعني هو الدايركت كونكشن هيجيب لي على طول الكابل المناسب، يا اما انا بس عشان اكون فاهم انا بعمل ايه انا اختار الكابل، انا عارف الكابل المناسب فانا اختار. يعني انا مثلا اختار هنا الكبر ايه ستريت ثرو، ده بيوصل ما بين البي سي والسويتش. ليه؟ لان البي سي تصنيفه يعتبر دي تي اي ديفايس، والسويتش عباره عن دي سي اي ديفايس، فلازم الكيبل ما بينهم يكون ستريت ثرو. يبقى هاجي عند البي سي هختار الفاست ايثرنت، هوصله على سويتش، اختار بورت. هو طبعا السويتش هنا واضح ان دي 24 بورت، فانا اختار اي بورت منهم. هنفترض ان هي فاست ايثرنت 0 على 1، هنخليها مثلا 2. نيجي عند البي سي تاني، هنجيب نفس الكيبل، هنوصله من بي سي تاني على فاست ايثرنت على سويتش، مثلا على فاست ايثرنت 0 على 3، وهنخلي مثلا اللي هي 0 على 1 ما بين السويتش والراوتر. يبقى هيجي نفس الكيبل برضو، لان الراوتر يعتبر جي تي اي يعني زيه زي البي سي. يبقى هنيجي هنا، نيجي عند فاست ايثرنت 0 على 1، هنوصلها بالراوتر عند، نخليها على 0 على 0 ايثرنت برضو، لان انا دلوقتي بتكلم انا بوصل لان، لكن لما اجي اوصل ما بين راوتر وراوتر هنحتاج كابل تاني اللي هو السيريال كيبل. طيب هنيجي نعمل بس الناحيه التانيه نفس اللي عملناه هنا، هنجيب برضو اللي هو ستريت ثرو ما بين الراوتر والسويتش. هنختار برضو رقم 2 هنا بأول جهاز، وهنختار رقم 3 بتاني جهاز، عشان بس نبقى مرتبين الارقام، نبقى عارفين واحنا بنعمل كونفيجريشن بدل ما نقعد ايه ندور على الارقام كده، هتسهل علينا شويه. طيب وهاجي هنا بنفس الكيبل هوصل السويتش بالراوتر على اول بورد اهو، بس انا كده 0 على 0. يبقى انا كده فاضل لي ان انا اوصل ما بين التو راوترز. هنيجي نعمل حركه دلوقتي، هنيجي نختار السيريال كيبل اهو، بيقول لي سيريال اهو، هنيجي نوصل ما بين الراوتر مش هنلاقي سيريال. طيب ليه؟ لان انا اوريدي لازم اعرف اوصل اصلا كارت سيريال الاول على الراوتر. فبفتح الراوتر هو بيجيب لي كده الفيزيكال، شكله الفيزيكال الحقيقي اهو. ممكن تعمل زوم هتلاقي فيه زرار من ورا، زرار الباور. هتيجي تختار مثلا الكارت بتاعك اللي هو مثلا ويك 1 تي، هتيجي توصلها ويقول لك لا ما ينفعش، لازم تقفل الراوتر الاول. يعني هو بيتعامل معاك كانك قدام جهاز حقيقي، وانا طبعا مش هقدر ان انا افك واركب في الجهاز وهو شغال. فانا اول حاجه هعملها ان انا هعمل اقفل الزرار بتاعي. يبقى نقفل زرار الباور اهو من هنا، بعد كده نختار السيريال اهو، وهنختار واحد كمان عشان لو احتاجناه. وبعد كده هنشغل ايه الراوتر. يبقى احنا كده ايه ركبنا كروت الراوتر. اجي بقى اعمل نفس الكلام عند الراوتر اللي قصاده، هنيجي عند هنقفل السويتش الباور بتاعه، هنختار الكارت نوصله، نختار واحد كمان ونوصله، بعد كده ما ننساش نشغل الراوتر. طيب يبقى انا كده لما اجي بقى اختار الكيبل هلاقيه بيوصل معايا بسهوله اهو، بيقول لي سيريال عايزه من عند 000 ده رقم السيريال ولا 010، بختار مثلا 000. نيجي الناحية التانية برضو ممكن اختار ايه 000. طيب انا كده وصلت الكيبلز كلها بتاعت النتورك بتاعتي، فاضل مرحلة ان انا اعمل كونفيجريشن. اول حاجة اعملها ان انا هبتدي اعرف اي بي لكل جهاز من دول. طيب نيجي عند اول جهاز مثلا، هنفترض ان اللين دي، خلينا نكتب كده ايه نوت كده عشان نبقى حافظين احنا بنعمل ايه. هنسمي دي مثلا لين 1، وهنديها نتورك ادرس اللي هو 192، احنا قلنا ده برايفت ادرس دوت 168.1.0. يبقى ده كده النتورك اي بي بتاع النتورك اللين اللي موجوده هنا. يبقى لما اجي اعرف اي بي للاجهزه هبدا ان انا اديها في نفس الرينج، يعني بي سي 0 مثلا هغير بس في اخر ايه رقم اللي هو خاص بالهوست. يبقى هاجي افتح كده بي سي 0، هاجي عند الديسكتوب اختار اي بي كونفيجريشن، هكتب هنا نفس الاي بي 192.168.1، هغير بس اخر رقم اللي هو بتاع الهوست هنخليه مثلا 2. ونيجي هنا السبنت ماسك هنلاقي عشان ده كلاس سي هتلاقيه كاتبهولك 3255 وبعد كده 0.
نيجي في الديفولت جيت واي. ديفولت جيت واي ده الاي بي بتاع الانترفيس بتاع الراوتر اللي متوصل على نفس اللان، هناخده مثلا اول رقم في النتورك. يبقى انا عندي اول رقم في النتورك هي بادئه بزيرو، اول رقم فيها اللي هو دوت 1، فهنخليه دايما ده نثبته معانا اللي هو ده يكون بتاع ديفولت جيت واي اللي هو بتاع الراوتر. وهدي الاجهزه اي بي يعني في نفس رينج النتورك، يعني عندي بقى من اول مثلا 2 لحد كام، لحد 254. طيب نقفل كده، نيجي على الجهاز التاني نعمل نفس الحركه. طيب انا بس اكتب نوت كده تحت الجهاز عشان ابقى عارف انا اديته اي بي كام. هكتب مثلا ايه الاي بي بتاعه اللي هو 192.168.1.2 عشان بس ابقى عارف انا كل جهاز اديت له اي بي كام، بدل ما اقعد ان انا ادخل كل شويه اشوف انا عرفته باي بي كام. طيب نيجي عند الجهاز التاني هنديله مثلا ايه اخر رقم هيبقى 3. يبقى نفتح كده اهو ديسكتوب اي بي كونفيجريشن، اخر رقم يبقى 3، السبنت ماسك هيبقى ثابت لان نفس النتورك ادرس. هنيجي هنا نديله نفس الديفولت جيت واي اللي هي دوت 1 وهنقفل. يبقى احنا كده عرفنا الاي بيز الخاصه بالاجهزه دي. هنيجي هنا نكتب بس رقم الاي بي بتاع الجهاز تحتيه اللي هو المفروض 3. يبقى انا كده خلصت اللان الاولانيه من حيث البي سيز، لكن لازم ان انا ابدا اخش جوه كل راوتر اعرف الانترفيس بتاعه اللي متوصل باللان اديله اي بي في نفس الرينج بتاع النتورك اللان اللي هي 1، وهيكون هو نفس اي بي الديفولت جيت واي لان هي دي بالفعل البوابه الخروج للشبكه دي. يعني ديفولت جيت واي يعني بوابه الخروج للشبكه لان هي تخرج لاي شبكه تانية متوصله بيها. طيب قبل ما ندخل على الراوتر كونفيجريشن خلينا نكمل الاجهزه اللي هنا. هنسمي دي لان 2 وهنديها اي بي 192.168. خليها 2.0. يبقى هندي الاجهزه اللي هنا نفس في نفس الرينج الايه الشبكه اللي هنا. يبقى انا عندي الجهاز ده هديله مثلا 2.2 في الاخر، واللي تحت هيبقى 2.3. يبقى اجي هنا عند ديسك توب اي بي كونفيجريشن هكتب في الاي بي ادرس يبقى 2.2، سبنت ماسك هنلاقيه ثابت معانا. هنغير هنا نخلي الديفولت جيت واي يبقى برضو اول اي بي في النتورك اللي هو هنخليها دوت 1. يبقى هنلاحظ ان الاي بي بتاع ادرس بتاع البي سي والاي بي ادرس بتاع الديفولت جيت واي هنلاقيهم في نفس النتورك. هنلاحظ ان اول 3 بارت في الاي بي ثابتين لان السبنت ماسك هنا بيقول لي 255، يعني كل ده كده نتورك ادرس 255، يعني ده نتورك ادرس، وهكذا لحد تالت رقم. يبقى هم ثابتين في النتورك ادرس ولكن متغيرين في اخر رقم اللي هو رقم الهوست اللي هو رقم الجهاز نفسه. طيب انا كده عرفت اي بي للجهاز ده اللي هو 2.2. اجي كده اكتب تحته عشان ما انساش اللي هو هيكون هو ده. طيب نيجي عند الجهاز الاخير هنختار اي بي ادرس اللي هو دوت 3 وندخل نعرفه جوه في الكونفيجريشن الخاصة بالبي سي. يبقى نيجي هنا ديسكتوب اي بي كونفيجريشن هنكتب الاي بي اللي هو هيكون اخره 3، السبنت ماسك هيبقى ثابت. نيجي عند الديفولت جيت واي هيبقى اخر رقم دوت 1. يبقى احنا كده عرفنا كل الاي بيز الخاصة بالبي سيز كلها، فاضل لي ان انا اعمل كونفيجريشن للسويتش وللراوتر. طب انا السويتش هو انا مش مطلوب مني اعمل فيه كونفيجريشن، ولكن هنتعلم مع بعض ازاي نعمل بيزك كونفيجريشن ان انا اعرف يوزر نيم وباسورد والكلام ده. ولكن هي نفس الكونفيجريشن هتكون يعني ممكن تتعمل على الراوتر، فاحنا نبدا نعملها على الراوتر على طول. طيب انا عندي هنا الراوتر زيرو محتاج ان انا اعرف الانترفيس اللي هنا اللي هو لو انا هقف عليه كده عشان اشوف رقمه الاقيه فاست ايثرنت زيرو على زيرو. يبقى نفس الكلام هنا الانترفيس المتوصل باللين هنا هو زيرو على زيرو برضه. يبقى ندخل على الراوتر كده. يبقى احنا دلوقتي هنتعلم مع بعض الراوتر كونفيجريشن. عندي في حاجه اسمها سي ال اي، سي ال اي دي اللي هي كوماند لاين انترفيس اللي دي عن طريقها بعمل كونفيجريشن للراوتر. انا قدامي طريقتين، يا اما ادخل على طول على الجهاز او ان انا اجيب جهاز كمبيوتر اوصله بالراوتر عن طريق السيريال كيبل وابدا ان انا اعمل له كونفيجريشن. هو هنا اول سؤال بيقول لي انت عايز الكونفيجريشن بتاعك يبقى عن طريق ديالوج، ديالوج ان حد يسالك وانت تجاوبه كده، فانا بقول نو فبكتب حرف الان واعمل انتر. طيب انا كده دخلت على المود اللي هو الاولاني تمام، عايز ادخل على الكونفيجريشن مود او اليوزر مود. يبقى انا دلوقتي اول خطوه عملتها ان انا دخلت على ده اليوزر مود علشان ادخل عليه
بعمل كلمه انيبل، يا اما بكتب اي ان او اكتب كلمه انيبل واعمل انتر. يبقى انا كنت موجود عند السيت اب مود اللي هو الاولاني ده اللي هو كان الديالوج اللي هو كان عايز، لو انت عايز تمشي معايا ديالوج فده انا مش عايزه. انا دلوقتي عايز اليوزر مود، هو ده اللي انا دخلت عليه لما كتبت كلمه انيبل. دخلني على المود اللي بعده وده بنسميه الانيبل مود. يبقى علامه اللي هي اكبر من ده بيسموه اليوزر مود، علامه الشباك دي بيسموه الانيبل مود، وده عن طريق ان انا بقدر ممكن اعمل خطوات ترابل شوتينج لو انا عندي مشكله مثلا في الجهاز، بقدر اعمل ترابل شوتينج. يعني انا بحاول اتتبع المشكله عن طريق بكتب كومنز معينه من خلالها بقدر اكتشف المشكله اللي عندي، او ان انا اعمل مونيتورنج، عايز مثلا اعرض حاجه على الجهاز اشوفها وهكذا. يبقى ده كده اسمه الايه، ده اسمه الانيبل مود. عايزين بقى ندخل بعد كده على الكونفيجريشن مود اللي هو جلوبال كونفيجريشن مود، ده اللي عن طريقه بقدر اتحكم بقى داخليا في الجهاز، ان انا مثلا اعرف له اسم، ان انا اعرف له باسورد، ان انا ابدا اعمل بقى كونفيجريشن، وان انا ممكن من خلال المرحله دي ادخل في المرحله اللي بعدها اللي هي سب كونفيجريشن مود، ان انا عن طريقها اقدر اتحكم في كل انترفيس في الراوتر سواء اديله اي بي او ان انا اشغله. طيب انا دلوقتي عايز ادخل على الجلوبال كونفيجريشن مود، فبكتب امر كونفيجر مسافه تيرمينال، او الاختصار بتاعها بكتب كلمه كونفيتي. يبقى انا كده دخلت على الجلوبال كونفيجريشن مود، هلاقيه كتب لي راوتر بين قوسين كونفيجي، وهو كده على الجلوبال كونفيجريشن مود. هنفترض انا عايزه ادي اسم للراوتر ده، اقول هوست نيم مسافه سميه مثلا كايرو واعمل انتر. طب انا مثلا عايز اعرف له باسورد، انيبل باسورد، يعني قبل ما يدخل في الانيبل يطلب مني باسورد، فهكتب انيبل باسورد مسافه، واكتب الباسورد اللي انا عايزه مثلا 1 2 3 4 واعمل انتر. يبقى هو كده انا عرفت هوست نيم كايرو، هنلاقيه خلاص اتسمى على طول اهو كايرو، والباسورد 1 2 3 4. طب انا عايزه ارجع للمرحله اللي قبلها للمود اللي قبله، كل ما اكتب كلمه اكزيت بترجعني للمود اللي قبله، اكزيت تاني ترجعني للمود اللي قبله. طيب اجي بقى اكتب كلمه انيبل، طلب مني الباسورد. يبقى الباسورد بتطلب امتى؟ لما بكتب كلمه انيبل، لان انا دي عباره عن انيبل باسورد. اكتب الباسورد بيبدا يدخلني على الراوتر، وده بيحمي الجهاز بتاعي ان مش اي حد يقدر يعمل له، يدخل يعمل له كونفيجريشن الا لو معاه الراوتر. طيب الاختصار الامر بتاع الكونفيجريشن كنا بنقول كونف مسافه تي، اللي هو بدل كونفيجر تيرمينال. كده انا دخلت على الكونفيجريشن مود بتاعي. طيب عايز بقى المرحله اللي بعد كده ان انا اعرف اي بي للانترفيس بتاع الراوتر اللي متوصل باللين اللي هو كان فاست ايثرنت 0 على 1. يبقى عايز ادخل جوه السب انترفيس، يعني ادخل جوه الانترفيس بتاع الراوتر، فبكتب رقم الانترفيس، بكتب ان اي ان تي او كلمه انترفيس كامله، يعني الاثنين هيتفهموا. انترفيس يعني ميزه البروجرام ده ان هو بيفهم الاختصارات. طيب انترفيس مسافه اف ايه، يعني فاست ايثرنت مسافه رقم الانترفيس 0 على 0، اعمل انتر. كده دخل جوه الانترفيس. طب انت عايز ايه من الانترفيس؟ عايز تعرف له اي بي ادرس، بتكتب كلمه اي بي مسافه ادرس، بعد كده مسافه تدي له الاي بي اللي انت عايزه. احنا هنا عايزين اي بي في نفس اللين، واحنا اتفقنا ان هو هيكون رقم الديفولت جيت واي اللي هو اول رقم اللي هو 192.168.1.1. مسافه لازم تحط السبنت ماسك اللي هو 255.255.255.0. وخطوة مهمة جدا لو ما تعملتش الانترفيس مش هيشتغل معاك، هو لازم تشغل الانترفيس تعمل له امر نو شات داون، لان هو بالفعل بيبقى باي ديفولت معمول له شات داون، فانت لما بتكتب نو شات داون يبقى انت كده شغلته. هتلاقي بيقول لك ان الانترفيس بتاعك بقى اب، وهتلاقي فعلا الليد اللي هنا او الانديكيتور اللي هنا ايه بقى لونه اخضر، يبقى ده معنى كده الانترفيس ده بقى ايه حالته بقت اب. طيب عايز بعد كده اعرف الانترفيس التاني اللي هو عند النتورك دي اهو اللي هو سيريال اس 0 على 0 على 0. يبقى اجي هنا برضو نفس الراوتر لسه موجود عنده، ابدا ان انا لسه جوه الانترفيس مود، فانا جوه نفس المود، فخلاص انا عايز برضو اتحكم في انترفيس تاني، فهفضل على نفس المود، فهكتب انت او انترفيس مسافه رقم الانترفيس اللي هو كان اس، يا اما اكتب اس يا اما اكتب كلمه سيريال، اختصار هيكون اس مسافة رقم الانترفيس اللي هو كان 0/0/0، واعمل انتر. انت عايز ايه من الانترفيس ده؟ عايز تعرف له اي بي ادرس وتعمله اب.
طب انا بدل ما اكتب كل شويه نفس الكومند عماله اعيد وازيد فيها، انا ممكن بالاروز اللي هو السهم اللي فوق واللي تحت، لما بطلع فوق كده بيجيب لي كل الكومند اللي انا كتبتها من اول ما فتحت الايه الراوتر، فهلاقي كده في امر اللي هو كان بتاع الاي بي ادرس، بدل ما انا اقعد اعيد كتابته تاني انا بس ايه هغير بس في الارقام. انا عندي كده النتورك اللي ما بين التو راوترز اللي هي عن طريق السيريال كيبل دي عباره عن نتورك فيها جهازين فقط وهما التو راوترز، فانا مش محتاج ان انا اخد استخدم كل الاي بيز اللي موجوده في النتورك، فانا بالسبنت ماسك هو اللي هيتحكم لي في عدد النتورك بورت. يعني بدل ما انا اخلي السبنت ماسك ان هي مثلا هنا النتورك هندي كل جهاز منهم، هنفترض ان السيريال هنا نديله 1.1.1.1 مثلا، طب دي كده كلاس ايه، وكلاس احنا عارفين ان السبنت ماسك بتاعها المفروض 255.0.0.0. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي النتورك بارت هو اول رقم بس، وان الباقي ده هوست بارت، يبقى انت كده عندك عدد هوست كتير قوي مش هتستخدمهم، فانت ممكن ان انت تغير في السبنت ماسك تخليه 255.255.255.252. يبقى انت كده معناها ان انت عندك الاول ثلاثة بارت، مش اول ثلاثة كمان، في جزء كمان من البارت الرابع او الاوكتد الرابع خاص بالنتورك ادرس، يبقى انت كده قللت عدد الهوست في النتورك لان انت اوريدي محتاج جهازين فقط. ده كده ماسك سلاش 32، هنعمل انتر وهنعمل نو شات داون او نو شات. كده الانترفيس هنلاحظ ان هو ايه داون. طب هو داون ليه؟ مع ان انا عرفت له اي بي وعملت له نشر داون، لان الانترفيس اللي قدامه في الراوتر اللي قدامه لسه ما قامش، فبالتالي لازم الاثنين قصاد بعض يكونوا اب علشان يبدا ان هو بعد كده يشتغل معايا. يبقى انا كده وصلت لمرحله ان انا خلاص عرفت كل الاي بيز بتاعه لاين 1 والديفولت جيت واي بتاعها، وعملت كونفيجريشن للراوتر اللي هو سميناه كايرو. نخلي الصفحه دي كده تحت معانا، ممكن نكتب برده اسمه هنا على الراوتر، بنعمل كليك كده عليه ونكتب ممكن نفس الاسم اللي احنا سميناه داخليا في الراوتر. نيجي عند الراوتر التاني، هنا الانترفيس اللي عنده اللي هو فاست ايثرنت 0/0، هنعمل دبل كليك عليه، نختار الكوماند لاين انترفيس. هو طبعا في تاب تانية اللي هي كونفيجريشن، دي ممكن من خلالها ان انا على طول اختار الانترفيس اللي انا عايزه واديله الاي بي على طول واعمله اون، ولكن احنا بنتعلم مع بعض الكوماند ان انا ازاي اكتب الكوماند نفسه. طيب هنا الراوتر بس نعمل كنترول نبدا من الاول، هنقول ايه ندخل على configuration mode، هنكتب configure terminal او config ونعمل enter. تمام، نديله host name نسيفه نسميه مثلا alex، enter enable password نسميها برضو مثلا 1 2 3 4، enter نجرب كده password يقول لي الباسورد كام، اقول له 1 2 3 4. انا كده دخلت على الراوتر، ابدا تاني اخش جوه الكونفيجريشن مود، ابدا ان انا بعد كده بقى اعرف الاي بي لكل انترفيس. هو عندي تو انترفيسز، الانترفيس المتوصل على اللين اللي هو 0/0، والانترفيس السيريال المتوصل على الوان، يبقى النتورك اللي في النص دي تعتبر وان. طيب يبقى انا كده نفس الكلام اللي عملته، انا عايزه اي بي فرنج كام، فرنج اللين دي اللي هو يبقى 2 والاخر رقم قلنا هنخليه 1، يبقى لحد اول 3 بارت هيكون ثابت معايا الاي بي، نيجي في الاخر هو ده اللي بيتغير معايا. يبقى هقول له انترفيس اف اي 0/0 انتر، هقول له اي بي ادرس 192.168.2.1 مسافه، بكتب السبنت ماسك، طبعا لو نسيت اكتبه يبقى انا كده في خطوه ناقصه عندي، 255.0. طب نفترض كده ان انا ما كتبتوش، اشوف هيديني ايرور ولا لا. اه بيقول لي incomplete comment، يبقى انا دايما هتلاقي لو انت كاتب حرف غلط او انت كاتب حاجه ناقصه هتلاقيه بيوضح لك الايرور اللي فيها. بطلع بالسهم من فوق كده عشان اجيب نفس الامر تاني، وارجع اكتب السبنت ماسك. في برضه ملحوظه مهمه في الباكت تريسر، ان انت لو عايز تلغي كوماند بتكتب نفس الكوماند ولكن قبله كلمه نو دوت زيرو. انا كده اعمله بقى نو شات عشان اشغله، قال لي الانترفيس بتاعك بقى اب، وهنلاحظ ان اللمبه فعلا ايه بقت لونها اخضر. ناقص لي ان انا اعرف الانترفيس اللي هنا، نقف عليه كده شويه هنلاقي مكتوب رقم S0/0/0، يبقى اجي عند الراوتر ده اللي هو اسمه اليكس، هنقول انترفيس اس
مسافة. احنا هناك كتبنا سيريال، هنا ممكن نكتب سيريال او اس برضو يعني، بس بنوضح ان في كذا طريقة. يبقى اس 0 على 0 على 0 انتر، هنقول له نطلع بالسهم، هنلاقي ايه في امر كنا كاتبينه اي بي ادرس، هنختاره، هناخد اي بي للسيريال. احنا كنا مدين الاي بي للانترفيس اللي قدامه، للراوتر اللي قدامه كان 1.1.1.1، هنا ممكن نخليها نغير في اخر رقم بس، يعني هتبقى 1.1.1.2، هيبقى نفس السبنت ماسك اللي هو 255.255.255.252، واعمل انتر واعمل نو شوت علشان اشغل الانترفيس. قال لي ان هو بقى اب. احنا كده هنلاحظ انه ايه كده كل النتورك المفروض ان هي قامت خلاص، كل انترفيس متعرف. اغير بس اسم هنا الراوتر. طبعا لما نيجي نشتغل تاسك زي كده، لو طلبت مننا حاجه زيها في الاساينمنت، طبعا بنغير الارقام، يعني كل واحد بقى بيبدا ان هو يبدع ويطلع، يعني يرتب كده الافكار، يكتب الارقام على ورقه الاول بحيث ان هو ما يتلخبطش، يبدا يختار اي رينج بقى هو عايزه هنا لكل شبكه. يعني ممكن تحط اللابتوب بدل البي سي طبعا على حسب برضو التاسك يعني. طيب يبقى انا كده خلاص عرفت اي بي لكل ايه لكل انترفيس، فاضل لي ان انا اعرف الاستاتيك راوتينج. طيب خلينا كده نجرب حاجه قبل ما نعمل الاستاتيك راوتينج. عايزه اجرب ابعت رساله من جهاز لجهاز، يبقى اجي هنا من الجهاز ده مثلا، اختار الرساله، اجي من بي سي 0 لبي سي 1، هلاقي بيقول لي ايه سكسسفول، ان فعلا انت قدرت تبعت الداتا من البي سي ده لده. ليه؟ لان هي عن طريق اللين داخليه، هي اوريدي شايفه الجهاز عن طريق السويتش. طيب لو انا بقى جيت ابعت من الجهاز ده للجهاز ده، بيقول لي فيلد. ليه؟ لان الراوتر ده ما عندوش المعلومه الكافيه اللي توضح له ازاي يوصل للشبكه دي. طب مين اللي هيوضح له؟ المفروض الراوتر ده قدامه طريقين، يا اما يوضحه له عن طريق الاستاتيك راوتنج اللي هي متسجله ان انا سجلتها بايدي جوه الراوتر ده، او عن طريق الراوتنج بروتوكول ان هم يبداوا يبدلوا المعلومات مع بعض، كل راوتر بيبلغ التاني بالشبكات اللي هو يقدر يوصل لها. يبقى انا دلوقتي فاضل لي ان انا اعمل مرحله الاستاتيك ايه راوتنج. هاجي بقى عند كل راوتر، هاجي عند راوتر كايرو دوت، هعرفه ايه هي النتورك اللي هو ايه يقدر يوصل لها وعن طريق انهي انترفيس. يبقى هاجي كده عند راوتر كايرو، هفتحه، هقول له نعمل انتر، نعمل بس اكزيت للخطوه دي، نوصل للكونفيجريشن مود. اقول له والله انت عايز اشغلك static routing، فبكتب الامر بتاعها اللي هو IP مسافة root مسافة. بكتب ايه بقى؟ بكتب رقم النتورك اللي انا عايزة اعرفه هيوصلها ازاي، يعني النتورك البعيدة. فهنا النتورك البعيدة بالنسبة لكايرو اللي هي ايه؟ اللي هي اللان دي اللي هو مش شايفها. فهكتب رقمه اللي هي 192.168.2.0. يبقى انت علشان توصل للنتورك دي اللي السبنت ماسك بتاعها 255.255.255.0، يبقى المسافة، يبقى انت المفروض تخرج عن طريق الانترفيس اللي هو ده، اللي هو ده اللي متوصل على الراوتر ده. يبقى كأني قلت له انت علشان توصل للنتورك اللي هي اللين البعيدة دي، يبقى انت لازم تخرج عن طريق الانترفيس ده، يبقى دي السكة بتاعتك. فبقوم كاتب له رقم الانترفيس اللي هو اس مسافة 0/0/0 انتر. يبقى انا كده عرفته ازاي هيوصل للايه للنتورك دي. طيب انا كده عندي ايه نتورك واحده اللي هي يعني يقدر يوصل لها اللي هو مش شايفها. دي طريقه ان انا كتبت رقم الانترفيس. في طريقه تانية ان انا بكتب النيكست هوب اي بي. ايه هي النيكست هوب او الخطوه اللي قدامه اللي عن طريقها يقدر يوصل للان اللي هي الاي بي بتاع الانترفيس بتاع الراوتر اللي قدامي؟ يعني يا اما اكتب رقم الانترفيس، يا اما اكتب الاي بي بتاع النيكست هوب اللي هو ده. عشان كده كنا شرحنا من شويه الادمن ديستنس بتاعت الاستاتيك راوتنج يا اما 0 او 1، ده بيبقى بناء على الخطوه دي، هل انت اخترت الانترفيس بتاع الراوتر ام الانترفيس بتاع النيكست هوب اللي هي بتاعت الراوتر اللي قدامه. يبقى انا كده خلاص عرفت استاتيك راوتنج على الراوتر اللي هو بتاع كايرو. نيجي على الراوتر اللي قدامه اللي هو اليكس، عايزه برضو اعرف عليه. انا دلوقتي عايزه اعرفه ازاي يوصل للشبكه دي البعيده، فانا ممكن برضو في كوماند بقى اكتبه عليه على طول ان انا بيسموه ديفولت ستاتيك روت. يبقى دي كانت طريقه ثانيه برضو اسمها ديفولت ستاتيك روت، اللي هو انت لو عايز توصل لاي شبكه هتوصل لها عن طريق الانترفيس ده،
لان يعني بمنتهى البساطه هو اوريدي الشبكه اللي هنا اللي هنا اللي هنا دي دايركتلي كونكتد، متوصله مباشره، فهو كده كده شايفها. طيب كاني هقول له لو في حاله اي شبكه تانية انت مش شايفها لازم تخرج عن طريق الانترفيس ده اللي هو بتاع الوان، لان اكيد مش هتبقى عند اللين، لان اللين هو كده كده شايفها. طيب هنيجي هنا عند الراوتر اللي هو اليكس، هنيجي عند الكوماند بتاع الستاتيك راوتنج، هنكتب فيه طبعا هنعمل اكزيت عشان نوصل للمرحله اللي قبلها، هنكتب اي بي مسافه روت، وبعد كده بكتب 0 0 0 0، دي معناها اي شبكه مسافه 0.0.0.0 دي معناها باي سبنت ماسك هتخرج لها عن طريق الانترفيس اللي هو مين، اللي هو بتاع الراوتر نفسه اللي هو كان اس 0 على 0 على 0. وهقول له عن طريق اس مسافه 0/0/0 وعمل انتر، يبقى انا كده عملت ستاتيك راوتنج للايه، للتو راوترز. المفروض دلوقتي يقدروا ان هما كل واحد هيبني عنده في الراوتنج تيبل المعلومات اللي توضح له هو ازاي يوصل لايه، لاي شبكه هو عايزها. طيب انا عايزه اعمل سيف للكونفيجريشن اللي انا عملته، فبخرج بس من المود ده، برجع تاني للمود اللي هو كان عندي اللي هو ده، وبكتب الامر ده كوبي مسافه ران مسافه ستارت، وده كده امر مختصر. المفروض كوبي رانينج كونفيجريشن، يعني بقول له خد كوبي من الكونفيجريشن اللي انت مشغلها على الرانينج كونفيجريشن وحطها في الستارت اب فايل، فهو الامر اختصاره كوبي مسافه ران مسافه ستارت. يبقى انا كده عملت سيف للكونفيجريشن على الراوتر، لان بمنتهى البساطه لو ما عملتش الامر ده الكونفيجريشن كلها اللي انا عملتها هتضيع. فهي كده بتتعمل لها سيف للنان فولاتايل ريم، لكن احنا كنا شغالين دلوقتي على الفولاتايل ريم. فبيقول الديستنيشن بتاعك اللي هو انت عايز تحط الكونفيجريشن ده في الستارت اب كونفيجريشن، فبعمل انتر بقول له ايه معناها اوكي. يبقى انا كده عملت سيف للراوتر اليكس كونفيجريشن بتاعته. نيجي عند الراوتر كايرو، هنكتب نفس الايه الكوماند، هنرجع هنا للمود اللي قبله، هعمل اكزيت وهكتب ايه كوبي مسافه ران مسافه ستارت. انا كده بيقول لي الديستنيشن كذا اوكي، يبقى كده خلاص انا عملت سيف للكونفيجريشن. يعني لو قفلت البرنامج وفتحته تاني طبعا لازم اكون مسيف البرنامج نفسه، هلاقي نفس الكونفيجريشن ايه معمول لها سيف على الراوترز. طيب يبقى انا كده خلاص عرفت ستاتيك راوتنج لكل راوتر منهم. هبدا ان انا بقى عايزه اتاكد فعلا هل الاجهزه شايفه بعضها ولا لا. قبل ما اعمل الخطوه دي عايز اخش اشوف الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر، فهاجي عند راوتر كايرو. احنا قلنا عندي هنا في المرحله دي اقدر ان انا اعمل شو لاي حاجه عايزه اشوفها داخليا جوه الراوتر، لو انا عايز اعمل مونيتورنج او ان انا عايز اشوف الراوتنج تيبل، فبكتب شو. دي كده خطوه من خطوات الترابل شوتنج. يعني ايه ترابل شوتنج؟ قلنا ان انا بيبقى عندي مشكله بعمل ترابل شوتنج، يعني بتبع خطوات معينه بحيث اقدر اتتبع واشوف حل للمشكله دي. يبقى انا بكتب شو اي بي روت، ده كده بيجيب لي الراوتنج تيبل بتاع الراوتر، بيقول لي سي، دي الحروف دي بتوضح لي اختصار للايه، للبروتوكول المستخدم سواء بروتوكول او هي حاجه متوصله دايركت. فبيقول لي انت عندك سي، دي يعني اختصار للشبكات اللي هي متوصله دايركت دايركتلي كونكتد. فبيقول لي ان الراوتر كايرو عنده شبكه واحد هو متوصل عليها مباشره، ده فعلا لو احنا بصينا هنلاقي ان الشبكه واحد اللي كانت هنا هو متوصل بيها مباشره، هنلاقي ان الشبكه اللي هي اخرها 1.0 اللي هي اللان 1 هنلاقي فعلا من الشبكات الدايركت بالنسبه له. ولكن عند الاس دي يعني انت امر انت معرفه ستاتيك، انت كنت معرف للراوتر ستاتيك راوتنج اللي هي عشان يوصل للشبكه اللي هي 2.0 اللي هي موجوده عند الراوتر التاني. فبيقول لك اس يعني ستاتيك راوتنج، يبقى هو يقدر يوصل عن طريق الشبكه دي من الستاتيك راوتنج، يبقى فعلا انت كده بنيت الراوتنج تيبل بايدك. نفس الكلام عند الراوتر بتاع اليكس، لو عملت شو اي بي مسافه روت هجيب لي الراوتنج تيبل، بيقول لي ان انت بقى ايه اللي الشبكتين الدايركتلي كونكتد بتوعه، ادي هم متوصل باتنين فعلا اللان 2 والوان اللي هي متوصله بالراوتر التاني. طيب امال ايه بقى الاس ستار دي؟ الاس ستار دي اللي هو الديفولت روت اللي انت عرفته، اللي انت لما قلت له لو عايز تروح لاي شبكه تانية تقدر توصلها عن طريق الانترفيس اس 0 على 0 على 0. يبقى احنا كده خلاص خلصنا الاستاتيك راوتنج. عايزين نتاكد من الكونكتيفيتي ما بين الاجهزه، ودي تعتبر خطوات من خطوات الترابل شوتنج. يعني انا ابدا بقى لو في مشكله اقدر اشوف مثلا الداتا وقعت فين او في مشكله في ايه، فبقدر ان انا اعمل خطوات معينه اعمل كده مونيتورنج للايه للشبكه بتاعتي.
طيب عايز بس مرحلة برضو بسيطة ان انا ابدأ ان انا اعرف بعض الكونفيجريشن للسويتش، هنقولها بس لما نجرب النيتورك الاول. احنا اتفقنا ان انا عشان ابعت رسالة ده كده حاجة مبسطة، ولكن انت مطلوب منك ان انت تعمل امر بينج، يعني بتدخل على الجهاز. هو اصلا الرسالة اللي احنا بنبعتها دي هي اوريدي بتقول لك ان انت بتبعت اي سي ام بي مسج، يعني بيقول لك ايه اي سي ام بي مسج، ده البروتوكول المسؤول عن ان هو بيتشيك الكونكتيفيتي، تمام، اللي هو انترنت كنترول مانجنج بروتوكول، بيوضح ان انت يعني اللي هو بينج كوماند بيوضح لك انت شايف الجهاز الفلاني ولا لا. فاما دي كده اختصار في البرنامج نفسه، لكن انت الخطوه نفسها لازم تبقى عارفها ان انت بتدخل على البي سي عن طريق الكوماند برومت اللي هي الرن، وبتكتب هنا الامر على طول بينج مسافه والاي بي اللي انت عايز تشوف انت قادر توصل له ولا لا. يبقى هكتب مثلا اي بي الجهاز البعيد ده اللي هو 192، خلينا الاول نبدا بالجهاز القريب اللي معاه في الشبكه اللي هو ايه 192.168.1.3. يبقى 192.168.1.3 وبنعمل انتر، بيقول لي ريبلاي. ريبلاي يعني هو ايه جاله رد من الجهاز فهو فعلا قادر يتواصل معايا. طب خلينا نعمل بينج على الجهاز البعيد، هنقول بينج مسافه 192.168.1.2، يبقى سوري 2.2، ده كده الاي بي بتاع الجهاز اللي هو بي سي 2 اللي هو فلان تانية اصلا بعيدة. بعمل انتر، اداني برضو ايه هو الاول اداني ريكوست، بعد كده ايه ابتدى ان هو يستجيب. لو انا حتى عملت الامر تاني اهو هيديني ريبلاي على طول. طيب يبقى هو فعلا كده انا الاستاتيك راوتنج فعلا قدر ان هو كل راوتر يقدر يعرف ازاي يوصل لاي شبكه. لو انا جبت برضو دي طريقه تانية اهي، مسج من هنا بعتها لجهاز اهو البعيد اداني ايه سكسسفول، يبقى كده كل الاجهزه خلاص شايفه بعض عن طريق الاستاتيك راوتنج اللي انا عملته. طيب خطوه بس بسيطه للكونفيجريشن بتاع السويتش، احنا حته ان احنا نكتب اي بي للسويتش، عفوا نكتب اسم وباسورد للسويتش، هي نفس طريقه الايه الراوتر بالظبط عن طريق الكوماند لاين انترفيس. مبدئيا كده ده شكل السويتش اهو من جوه، كنا برضو شفناه قبل كده، عدد البورتات اللي فيه اهي، وبيقول لي سرعه البورتس قد ايه وكل حاجه ونوع السويتش الموديل بتاعه. طيب الكونفيجريشن ده قلنا لو انا عايز اعمل كونفيجريشن سريع ان انا اختار الانترفيس واكتب له الاي بي او عفوا السرعه مباشره، مش بنحط اي بي للسويتش. وعندي الكوماند لاين انترفيس هي دي اللي زي موجوده على الراوتر اللي عن طريقها بكتب الايه الكونفيجريشن اهو. لو انا مثلا عملت هنا اكزيت نفس المودز وكل حاجه بتاعت الكونفيجريشن بتاعت الراوتر، بس انا عايزه بس اوضح حاجه بسيطه ان انا عايزه اعرف ازاي اعمل سرعه، احدد السرعه بتاعت البورت بتاعت الراوتر، وطبعا لازم يكون هو بيدعم الخاصيه دي، يكون هو السرعه دي اصلا هو بيدعمها. فبدخل على الانترفيس اللي انا عايزه واحدد السرعه بتاعته. طيب مبدئيا كده البورت اللي هي بتكون متوصله على الاجهزه دي بيسموها اكسس بورت، فانا عايزه بس اشوف ازاي هكتب الكوماند بتاع الاكسس بورت وازاي ان انا اعرف سرعه معينه للايه للانترفيس. انا عندي هنا مثلا الانترفيس ده F0 على 2 وهنا F0 على 3، فباجي هنا عند السويتش بخش جوه الجلوبال كونفيجريشن مود اللي هو بكتب كونف تي بعمل انتر، عايز مثلا اعرف بقى الهوست نيم والباسورد زي ما عملنا في الراوتر، دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز ادخل جوه الانترفيس، بدخل على سب انترفيس او سب كونفيجريشن مود ان انا بكتب رقم الانترفيس بتاعي. قدامي طريقين، يا اما اعرف كل انترفيس لوحده، يا اما لو انا هعمل نفس المعلومه على تو انترفيسز فانا بعمل حاجه اسمها انترفيس رينج، فبقول له انترفيس رينج يعني كانه بقول له الرينج اللي هو من كذا لكذا، يبقى انترفيس رينج فاست ايثرنت 0 على كام، احنا قلنا 0 على 2 داش يعني الى 0 مثلا على 3، هما دول مثلا التو انترفيسز او لحد 3، دول التو انترفيسز اللي انا عايز مثلا اتحكم فيهم. بعمل انتر، يبقى هو كده ايه بيقول لي ايه ان هو دخل على الانترفيس الرينج ده اللي انت محدده. طب انت عايز منه ايه؟ عايز تعرف السويتش بورت ان هي تكون اكسس، فبتكتب سويتش مسافه مود مسافه اكسس واعمل انتر. طيب عايزه اديها سرعه معينه فبكتب سبيد مثلا ايه 100، يبقى انا كده حددت ان السرعه بتاعت الانترفيسز دي هتكون 100 ميجا بير سكند، بعمل انتر.
طبعا علشان اعمل سيف للكونفيجريشن هعمل نفس اللي عملته في الايه في الراوتر. دي خطوه مهمه ما ننساهاش، عشان انت لو عايز تفتح اي وقت تشوف الكونفيجريشن فايل بتاعك تقدر تشوفه. طيب هنا نتاكد كده من حاجه، لو فتحنا السويتش وجبنا الكونفيجريشن هتلاحظ هنا سرعات السويتش هنا ايه، بيقول ان عندك يا اما 100 ميجا بت بير سكند او 10. فانا لما انا عملتها 100 فعلا اتحولت لايه ل 100. لو انا غيرتها دلوقتي ل 10 هتلاقي ان النقطه دي بقت هنا، انت فعلا ايه اتاكدت ان هي ايه 10، وهنا السويتش ده بيدعم 10 و100. طيب انا كده عملت الايه، عرفت ازاي ان انا اعرف البورد للسويتش، ان انا اعرفها هل هي اكسس بورد او ترانك. يعني ترانك دي حاجه بنستخدمها في اللان، في الفي لان عفوا، ولكن الاكسس بورد دي اللي هي بورد ان هو تتوصل بالاجهزه الكمبيوتر عاديه، يعني من غير في لانز ولا اي حاجه. وعندي عرفت ان انا ازاي احدد سرعه الانترفيس اللي متوصل على السويتش، وعرفت ان انا ازاي اعمل ستاتيك راوتنج علشان اخلي كل راوترز يبادل المعلومات اللي عنده، او ان هو تبادل المعلومات ده هيكون عن طريق راوتنج بروتوكول. ولكن هنا انا استخدمت ستاتيك راوتنج، ان انا بايدي عرفت كل راوتر ازاي هيروح للنتورك معينه، وده قلنا هيبقى سهل جدا لما يكون النتورك بسيطه وصغيره، مثلا شركه ليها فرعين مثلا او ايا كان، يعني عدد الاجهزه في النتورك صغير. ولكن مع العدد الكبير هنحتاج بعد كده ان احنا هنشرح ازاي نعمل دايناميك راوتنج، او ان احنا ازاي نستخدم راوتنج بروتوكول. وبكده نكون خلصنا الجزئية ديت، ياريت نطبق المثال دوت علشان نكون ثبتنا المعلومة بشكل ايه احسن يعني. ولو اي سؤال ياريت بقى نتواصل معاك. شكرا.